أهلا بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. النهاردة هنبدأ درس جديد وهو درس حروف الجر. إحنا عندنا حروف الجر بتنقسم لحروف جر بسيطة وحروف جر مركبة، والنهاردة إن شاء الله هناخد أول جزء من حروف الجر وهي حروف الجر البسيطة. طيب إيه هي حروف الجر البسيطة أو لي بريبوزيتسيوني سامبليتشي؟ يعني هنا سامبليتش المفروض كانت تبقى ايه مش ايه، صلحها. طيب صلحها كده لان حروف الجر طبعا مؤنثة. طيب انا عندي حروف الجر البسيطة هي عبارة عن ا وان دي دا بير كون ترا فرا وسو. دي عبارة عن حروف جر بسيطة، كل حرف من دول له الاستخدام بتاعه، يعني أنا مش بحط حروف الجر عشوائيا كده. وحروف الجر بتعتبر مهمة زيها زي العربي، يعني أنا لما أجي أقول في العربي ذهبت إلى المدرسة، إلى هنا حرف جر. نفس الفكرة في الإيطالي، يبقى أنا ما ينفعش أتكلم من غير ما أحط حرف جر، مش هينفع أقول ذهبت مدرسة، هتبقى الجملة عندي نص. طيب دلوقتي أول حرف جر عندي هو حرف الجر آ. حرف الجر آ بستخدمه لما أجي أعبر عن التوقيت، عايزة أقول لحد هتمشي الساعة كام هقول له أكي أورا بارتي. شايفين هنا حرف الجر آ؟ طيب بعد كده هيرد عليا يقول لي ألي تري، يعني أنا همشي الساعة 3. تاني استخدام عندي ان انا بستخدمه لما بقول في او الى للمدينة مع فيربو انداري، يعني لما اجي اقول فادو اروما انا رايح مدينة روما، فادو اميلانو انا رايح مدينة ميلانو. ولازم نلاحظ ان ا يجي بعديها اسم مدينة. ليه اسم مدينة؟ لان انا عندي حرف جر تاني بيجي بعديه اسم دولة، يعني ما ينفعش اقول فادو ايجيتو، ما ينفعش اقول فادو ا ايطاليا، هتبقى الجملة غلط. يبقى انا بستخدم ا مع المدن بمعنى الى او في. ماشي، تيجي بمعنى عشان لما اقول ايه فادو ا كومبراري il latte، يعني انا هروح عشان اشتري اللبن. ا كومبراري، ا مانجاري، ا ستودياري، ا فاري لا سبيزا. وناخد بالنا ان حرف الجر ا بيجي بعديه الفعل في المصدر الفيربو نيل انفينيتو، زي ما احنا شايفين كده ا كومبراري، كومبراري جايه في المصدر، ا مانجاري، مانجاري جايه في المصدر، ا ستودياري، ستودياري في المصدر، ا فاري سبيزي برضو في المصدر. مع بعض التعبيرات زي لما اقول ايه انداري، اتروفاري بمعنى فيزيتاري او بمعنى يزور. يعني انا لما اجي اقول هنا فادو اتروفاري ريتا، يعني هروح عشان ازور ريتا، بتسويها ايه فيزيتو ريتا. بعد كده عندي كومينشاري أ يبدأ فيه، شايفين حرف الجر أ، وزي لما مثلا أقول إيه كومينشو على بوراري، يعني هبدأ في إن أنا أشتغل. حرف الجر أ بيجي مع أماكن معينة، ناخد بالنا من أماكن معينة لأن في خلاص أماكن بيجي معاها حرف جر تاني. طيب زي مثلا ما أجي أقول إيه فادو أ كازا، فادو أ سكولا، vado al cinema، vado al bar، vado al mare، يعني انا رايح الى المنزل، انا رايح الى المدرسة، انا رايح الى البار، انا رايح الى البحر. عندي هنا ال دي عبارة عن حرف جر مركب، هنشوفه في حلقة جاية. خلاص هو بيتكون من ا زائد ال، بيتكون من ال ا زائد ال فطلع لي ال. ماشي، زي كده لما اقول ايه فادو ال كايرو او فادو ابيدي، فادو ابيدي يعني رايح سيرا على الاقدام، فيتشينو ا بالقرب منه. ماشي، ذاكروا كويس قوي حرف الجر ا، وان شاء الله المره الجايه ناخد تاني حرف جر
وهو حرف جر إن، بس علشان لازم الأول تعرفوا استخدامات كل واحد عشان ما تتلخبطوش. يبقى احنا عندي كده حرف الجر بستخدمه لما اجي اسال عن التوقيت، بستخدمه بمعنى الى للمدن، بستخدمه بمعنى عشان، بستخدمه في بعض التعبيرات، وبستخدمه مع اماكن معينه. ده كان درس النهارده، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للقناه عشان توصل الفيديوهات لكل حد حابب يتعلم ايطالي. تشاو.